السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ بإذن الله تكونون بخير. ها يا به، تعبكم موضوع الأوسيليتر مو بالله؟ بالفعل هو من ضمن المواضيع المعقدة. بإذن الله هاي آخر دائرة بهذا الموضوع وتنتهي به هاي المنزمة بإذن الله. عندنا آخر دائرة اسمها The Wine Bridge Oscillator اللي هو هاي الدائرة. أوكي؟ هاي الدائرة اسمها The Wine Bridge Oscillator. هاي الدائرة شنو اللي قاعد يصير بيها؟ هاي دائرة اشتقاقها أسهل بهواية من هذيك، فخلينا نشوفها بإذن الله ما بيها إشكال. عندنا الـ A sub S B sub S ساوينا 1 زائد R2 على R1 ZP على ZP زائد ZS. هنا شنو اللي قاعد يصير؟ قاعد نقولكم طبعا حاطكم إياها توضيح. AS is from a non-inverting amplifier and BS is from a voltage divider role. قاعد نقول هو شنو الـ AS، شلون حصلنا احنا على جزء الـ gain اللي هو مقدار تكبير الإشارة بدون فيدباك. إذا هاي دائرة شنو مات الفيدباك؟ إذا هذا الواير من هنا تقطعوه، أوكي تلاحظون من ماتي ماوس قاعد أحطه من هنا تقطعوه ومن هنا هم تقطعوها. هاي الدائرة يصير ما بيها فيدباك. هتلاحظون بين هاي الدائرة هي دائرة non-inverting amplifier. اوكي non-inverting amplifier. دائرة non-inverting amplifier بها الـ V output على V input يساوينا 1 زائد R2 على R1. لهاي R2 على R1. هاي شلون طلع هذا الجزء؟ هذا الجزء اللي هو الـ A sub S. أما الـ B sub S شلون طلعت؟ الـ B sub S هي عبارة عن voltage divider، أهم كاتبها and BS is from a voltage divider role. هي voltage divider على هاي النقطة. الـ B sub S هي مو إحنا عندنا دا نوجد فد علاقة ما بين الـ V output والـ VF، قاعد نقول بين الفولتية اللي هنا، هاي الفولتية اللي هنا سوينا الفولتية total في هاي الممانعة على مجموع الممانعتين. هذا الشيء اسمه voltage divider role اللي هو بين إحنا عندنا إذا فد مقاومتين موجودة عندنا على التوالي نريد نوجد الفولتية على واحدة من عندهم، فحنقول الفولتية الموجودة على واحدة من عندهم حساوينا الفولتية التوتال في هذيك المقاومة على مجموع المقاومتين. بس هنا احنا ما عندنا مقاومات وإنما عندنا ممانعات. الزت هو رمز الممانعة. الممانعة هي شنو هي؟ هي مقاومة زائدا رادة. المقاومة هي تجي من مقاومة، أوكي؟ المقاومة هي من مقاومة. أما الرادة فقد تكون سعوية وقد تكون حثية. بس ذا أعلمكم على هذا الرمز الجديد اللي هو الزت، هذا عبارة عن R زائدا X، أوكي؟ R و X. هنا عندي أني هاي ممانعة اللي هي مقاومة ورادة. يلا يصير أنا عندي ممانعة. شلون صارت زت بي زت سب بي على زت سب بي زائدا زت اس؟ هذا الشيء اسمه فولتج ديفايدر رول اللي هي الفولتية بالمكان اللي احنا قاعد نريد نوجد بيه على مجموع المقاومتين، أوكي؟ راجعوها، أنا شارحها بفيديوهات سابقة اللي هي الفولتج ديفايدر رول، وهم أنا أعيد لكم إياها بعد مرة. يا بالفولتية الفرعية على فد مقاومة معينة أو بالأصح هنا ممانعة معينة، سنة الفولتية التوتال في هذيك الممانعة على مجموع الممانعتين، أوكي؟ ليش إحنا قاعد ناخذها هنا؟ ليش مو هي على الزت اس؟ ليش إحنا قاعد ناخذها على الزت سب بي؟ لأن الزت سب بي هي اللي قاعد يصير بها الفيدباك، أوكي؟ الفيدباك موجود عندي هنا، أوكي؟ مربوط مباشرة على الزت سب بي. للعلم الزت سب بي هي البي اختصار بارلل، لأن أنا عندي الآر والسي مربوطات على التوازي. أما الزت سب اس هي اختصار سيريز، لأن أنا عندي الآر والسي مربوطات على التوالي. اوكي هذا الشيء هو ضمن الخريطه مال دائره ماتي يعني، وانا هم نوضح لكم اياها. وير ز سب اس يساوي لنا 1 العفو ار زائد 1 على سي اس. هاي الار زائد 1 على سي اس هي شنو هي؟ هاي هي المقاومه وهاي هي الراده السعويه. الراده السعويه هي مو 1 على جي اوميجا سي، الجي اوميجا نعوض بدالها اس. هذا الاس اللي هو من اللابلاس ترانسفورم شويه سهل بالاشتقاق جوه، اوكي؟ وللعلم انا هم ما طالبه كلش من عندكم، ما طالبه اللي هو هذا الفاينل انسر، انا ما طالبه من عندكم شلون طلع بالتفصيل، بس يمني يعني بعض الاساسيات من تفهموها. الزد سب بي هي حاصل توازينهن، ايش حيساوي لنا؟ ار على 1 زائد ار سي اس. هذا الشيء شلون صار؟ هم من فد اشتقاق اللي هو شنو؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. حاصل ضربهم شنو هو وحاصل جمعهم شنو هو؟ حاصل ضربهم اقصد بها انتم لازم تضربون الار في 1 على سي اس. والنوب هذا الناتج تقسموه على R زائدا 1 على CS. ليش؟ لأن هو هذا قانون التوازي. قانون التوازي بين مقاومتين مو يساوي لنا R1 R2 على R1 زائدا R2. هنا نعتبره بس بين ال R1 هي R، بينما ال R2 هي 1 على CS. ليش؟ لأن هي رادة. الرادة دائما يكون اكو بيها S. هنا ليش 1 على؟ لأن هي رادة سعوية. لو رادة حثية كان حتبقى بالبسط، بس هاي لين رادة سعوية لا تصير عندنا موجودة بالمقام. So A of J omega B of J omega، هنا نعوض بدل كل S J omega، حيساوينا 1 زائد R2 على R1، 3 زائد J omega RC ناقصا 1 على omega RC لكل القوة سالب 1، هاي القوة سالب 1 معناتها بين هذا بالمقام. هذا الشيء شلون طلع؟ أنا ما مهتم،
أوكي ما مطالبة من عندكم من ضمن الاشتقاق. هذا الشيء شلون طلع هذا الحد؟ هذا الحد على اليسار هو نفسه سهل ما بيفت شيء معقد، بس هذا الحد شلون طلع عندكم ما مطلوب. أوكي هسه نعوض بدل الحد الإيماجينري نعوضه يساوينا صفر. الحد الإيماجينري اللي هو هذا أوميجا آر سي ناقصا واحد على أوميجا آر سي، هذا الحد يساوينا صفر. فهنا أنا كتبت أوميجا آر سي ناقصا واحد على أوميجا آر سي يساوينا صفر. هذا الحد لما نقله للطرف الآخر هذا الناقص واحد على أوميجا آر سي حيصير زائد واحد على أوميجا آر سي. النوب هي هاي الأوميجا آر سي اللي بالمقام مال هذا الحد العليمنا أوديها للبسط مال الحد العليسرة حصير هاي تربيع. إذا أوميجا آر سي تربيع يساوينا واحد، مال أوميجا آر سي يساوينا سالب واحد، همنا هذا الشيء مرفوض. ليش؟ لأن السي هي سعة المتسعة فتشي دائما موجب، والآر اللي هي مقاومة المقاومة دائما فتشي موجب ما يصير أبد فتشي سالب، والتردد هم أنا ما عندي فتشي سالب. إذن الأوميجا آر سي ساوينا واحد. الأوميجا آر سي ساوينا واحد شنو معناتها؟ معناتها الأوميجا ساوينا واحد على آر سي. إذن الأف أوسيليشن ساوينا واحد على 2 باي آر سي. هذا القانون مألوف لكم مبالله حسب ما أظن ماخذيه أنتوا بالاتصالات مال هاي السنة، وأظنها من يمكن ماخذيه بالسيركت مال عام، ما متأكد بصراحة. الاشتقاق مالته أنا بس هاي الخطوة هاي مو كلش مهتم بيها شون طلعت من الخطوة السابقة. بإذن الله هاي دائرة شفتهمتوها، طبعا هي آخر دائرة ضمن الملزمة، دائرة الريجوليتر احنا شرحناها بالفيديوهات السابقة. بإذن الله افتهمتوا على هذا الفيديو، إذا عندكم أي استفسار كتبوا لي بالتعليقات. بإذن الله ما راح أقصر وياكم، وكالعادة الشباب هاشتاج خليكم بالبيت. بإذن الله يا فترة وتعدي على السلامات علينا وعليكم. يلا تحياتي شباب، مع السلامة.